ثلاثي البهجة مجموعة من الفيديوهات اللطيفة جدا المرحة اللي مليانة فن وضحك ما بين أم مفعمة بالموهبة والمحبة وبنتينها، طول الوقت بيتكلموا بيغنوا بيضحكوا. أول ما يجيلك فيديو من الفيديوهات دي تحس إن أنت قاعد كده في حالة من البهجة الأسرية المصرية الخالصة. ثلاثي البهجة فن ولطف وخفة دم أورجانيك بدون تصنع. يا واد يا تقيل يا مشيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني يا 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 واد يا تقيل يا واد يا تقيل يا مشيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا 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 وديات ايه كان الزمن وكان في دكاني في الفي وبنية وصبيان نيجي نلعب عالمي يبقى حنا سكران قاعد جنب الدكان عم يسحر بنت الجيران لا 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 اوعى تنسي اوعى تنسي وتذكري حنا السكران العدس الليلة لتعيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب يندلق العدس وينكب يا رب تبارك وتزيدوا لا 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 حماتي يا ماما دلوا عليا حماتي يا ماما دلوا ما روحش الغيط ده الباب يا شوكتني ولا روحش الغيط ده الباب يا شوكتني ولا روحش الغيط ده الباب يا شوكتني ولا ابويا اللي سبت منه اه يا ولا انا وثلاثة ما فيش منه صوت البهجة فاطمة محمد علي وبناتها حبيبة العناني وفرح العناني صينية شغال طبق بلاستيك شغال اهلا يا امارات اهلا يا امارات اهلا اهلا فاطمة محمد علي اهلا اهلا ماما والبنات ايه ثلاثي البهجة واللطافة انا بحس كده ان انتوا يا دوب يعني تحطوا الموبايل واللي يجي احنا بنحطه وبنسيبه ونقعد نعدي بقى رايح جاي اللي ربنا يسهل يطلع كانت مفاجاه ان انتوا تطلعوا او تعملوا التجربه الاسريه دي احكي لي يا فاطمه هي كانت مفاجاه بالنسبه لنا احنا اصلا ما كانش وما كناش متوقعين يعني ما حدش فينا فكر يصور نفسه ابدا قبل كده فرح لما قعدنا في البيت ايام الكورونا بدات تتحرك في البيت بالموبايل واللي يطلع تنزله كانت مغفلانه يعني كنت صوريهم وهما مش منعرفين بقى عارف غيري احنا كده في البيت يعني احنا اصلا دي طبيعتنا في البيت ان احنا طول الوقت بنغني ونطبل بطبق الغفيل ونسكب بعض ونشخط في بعض بس انت مش سامعاني بغني استني الغنى بغنيها انت بتغنيها ليه طول النهار بنغسل المواعين انا اروح ماسكه صينيه الشاي واسيب المواعين اقعد اطبل على الصينيه ويعني بنكسر الملل بس انت مش در يعني انت دراستك مش موسيقى
ولا موسيقى؟ لا انا كنت بدرس في جامعه عين شمس لغه عربيه وشريعه، بس كنت في فريق الكورال، فكانوا بيجيبوا لنا افضل مدربين في مصر، فطول الوقت انا بتدرب على ايد افضل يعني اشطر ناس في مصر من يعني وانا صغيره. ثقافتك الموسيقيه لما تقعد تتكلم عن الاغاني، انت حافظه كل الاغاني تقريبا؟ عشان كنت بنت وحيده ومحبوسه طول الوقت مع الراديو، فكنت الساعة 5 أفتح قناة أم كلثوم أقفلها 10. على مدار سنين تشبعت وبقى عندي مخزون مرعب من كل الأغاني، وبتابع أي برامج ليها علاقة بالغنى والمزيكا، لأن صوتي يعني بغني. لا صوتك حلو. اكتشفت أن أنا يعني صوتك حلو وحفيظة وبتقولي مقاماتك صح يعني. وكنت أقعد أسمع عبد الحليم، ولأنه هو راجل يجي يقول العالي فلاقي نفسي مش عارفة أقوله الواطي، فأقول هو ليه بيقول، وأنا كنت بتساءل أسئلة اتجاوب لي عليها بقى في الجامعة لما قابلت المدربين وفهمت ان في طبق رجالي وطبق حريمي. فانا يعني متعلمة مزيكا طبعا. والبنانيت اخدوا الموضوع من مامتهم؟ لا انا دارسة انا دارسة موسيقى عربية قسم غنى رسمي. حبيت المزيكا. هي بتغني من وهي عندها سنة فعلا. انا بغني يعني انا اللي اكتشفت. بس انتوا بتناقروا بعض كتير قوي. ده يعني عدوك ابن كارك. عدوك ابن كارك اللي مش بيبان. لا في مناقرات. ده حقيقي. احنا التلاتة على فكرة مش احنا الاتنين. حرف الشين ده اكتر حرف بيتقال في البيت. ده بابا. بابا عايز هدوء، مش قادر، مصدع طول الوقت مننا. وكنت بذاكر لهم التاريخ على الاغاني وقانون الاصلاح الزراعي، كنت بقول لهم فدادين خمس فدادين. فقط لابنكم كانت وما زال معانا شباب كليه هندسه المطريه، فطبعا هي حياتكم حياتهم مختلفه تماما عن حياتكم. طبعا يعني انتوا الغنى والروقان واللطافه هم يا حبايبي ما بيشوفوش الشارع بس. هم يعني ربنا خلق في الدنيا العلمي والادبي. يعني يبقى في كده يعني. ليلى نظمي كان عندها غنوه بتقول يا باش مهندس يا مهندس عماره الجيران، ما تبص بصه وتهندس في القلب كمان، عجبتني يا باش مهندس شغلتني يا باش مهندس يا باش مهندس.